بفضل عملية بحرنا العسكرية الإنسانية، تمكنت البحرية الإيطالية خلال 24 ساعة الماضية من إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة. كانت مراكبهم تصارع الرياح العاتية والمياه الهائجة على مسافة 80 ميلا بحريا جنوب جزيرة لامبيدوزا. ومن المنتظر أن يتم غدا نقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء أوغوستا غرب جزيرة صقلية، نظرا لعدم تحمل مركز استقبال اللاجئين في لامبيدوزا أعدادا إضافية من المهاجرين. الحكومة الإيطالية كانت أطلقت في منتصف تشرين الأول الماضي عمليات بحرنا العسكرية الإنسانية بهدف مواجهة مآسي موت المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.